في كل مناسبة وطنية ودينية شروق نيوز حاضرة، حيث جندت إدارة القناة وغرفة الأخبار كل الوسائل المادية والبشرية من أجل تغطية الحدث السياسي المتمثل في الاستفتاء على تعديل الدستور. من الغرب إلى الشرق نحو الجنوب والوسط، كانت كاميرا القناة الزرقاء حاضرة وبنقل مباشر أول بأول ليكون المشاهد أول من يعلم. ما زلنا في ثانوية الصادق طالبي، وهي مركز تعتبر مركز من مراكز الاقتراع في يوم الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور. ومن غرفة التحكم القلب النابض للبث، حرص تقنيو القناة على نقل مستجدات سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة. كنا كصحافة وكسلطة رابعة مجندين منذ الساعات الأولى من صباحة اليوم لأداء واجبنا تجاه هذا الاستحقاق، وبالتالي انتقلنا بين المكاتب ومراكز الاقتراع لنقل عملية التصويت من قبل المواطنين وكذلك من قبل المسؤولين أو المسؤولين في الجهاز التنفيذي. هذا هو الواجب، هذا هو واجبنا اليوم، علينا التحلي بالمسؤولية كذلك. وبنقل مباشر على مدار الساعة عبر مختلف الفترات الإخبارية وبالتحليل والنقاش، عمدت غرفة التحرير على استضافة شخصية سياسية وأكاديمية للحديث عن الحدث الذي يتزامن مع تاريخ الفاتح من نوفمبر. يعني واكبنا هذا الحدث الذي يتزامن مع ذكرى اندلاع أول نوفمبر، يعني واكبناه لحظة بلحظة. غطينا أداء الواجب الانتخابي من طرف المسؤولين الكبار في الدولة على غرار الوزير الأول، رئيس مجلس الشعب الوطني، رئيس مجلس الأمة بالنيابة. كذلك انفردنا بالحدث اليوم، وهو تصريح مستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم، والذي أكد في تصريح لشروق نيوز بأن الرئيس بصحة جيدة. كما كانت التصريحات الحصرية حاضرة في الاستفتاء على الدستور، إذ رصدت قناة الشروق الإخبارية أخبارا عن صحة الرئيس عبد المجيد تبون. سيدي المستشار، هل لك أن تطمئن عن صحة الرئيس؟ جيدة الحمد لله، شكرا لك. اليوم ومنذ الساعات الأولى لصباحة اليوم أتينا إلى المقر واجتمعنا في اجتماعنا الصباحي، وكل منا أخذ تكليف مهمة وخرج إلى الميدان بين مراكز الاقتراع، أين أنهيت يعني مهمتي التي كلفت بها بمدرسة الحرية. الإخبارية الزرقاء ووفق نهجها الوطني كانت حاضرة ككل مرة وبقوة لتغطية الحدث السياسي الأبرز والذي يرسم معالم الجزائر الجديدة.